وللمزيد حول انتهاكات كيان الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى، سيما بعد صدور حكم من محكمة الاحتلال يجيز للصهاينة أداء صلوات في باحات المسجد، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية محمود الشجراوي. أهلا بك معنا أستاذ محمود. حياكم الله الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية أستاذ محمود، كيف تقرأ حكم المحكمة الإدارية لصالح الصهاينة اليوم؟ يعني إلى أي مدى يساهم هذا الحكم في تنفيذ المخططات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني هذا القرار الذي أصدرته هذه القاضية اليمينية المتدينة بيلها يهالوم اليوم، كان الهدف منه هو يعني رفع القضاء أو القرار القاضي بمنع الحاخام إرييل ليبو، وهو أمين سر مجلس أحد المجموعات الحاخامية التي تدعم إقامة الهيكل في مكان المسجد الأقصى المبارك. حقيقة هذا القرار هو يعتبر سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في داخل المسجد الأقصى المبارك، بل يمكن أن نقول أن هذا القرار يمكن أن يكون مقدمة لفرض أداء الطقوس اليهودية في داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن ما يمكن أن نعبر عنه كأنه أجندة تأسيس معنوي للهيكل بعد فشل الاحتلال خلال 54 سنة بإقامته كبناء، فتوجهوا لتأسيس هذا الهيكل معنويا، بمعنى أن إقامة هذه الشعائر كأن الهيكل مقام في مكان المسجد الأقصى المبارك. نعم، ولكن أستاذ محمود، يعني ما هي فرص التطبيق الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع؟ أخي القرار أصلا مطبق، القرار أصلا مطبق، لأنه قبل عام 2020 كان أي مقتحم من المقتحمين يتمكن بصلوات أو بقراءات من التوراة كان تقوم الشرطة الإسرائيلية نفسها بإخراجه، خشية أن يعني يكون سبب في صدامات أو في انتفاضة في داخل فلسطين. لأن من عام 2020 و2021، وهنا أنا دعني أضع بعض النقاط على الحروف، منذ أن صدر قرار الأوقاف الإسلامية في القدس وهي تابعة للأوقاف الأردنية، قرار بمنع الحراس من التصدي للمقتحمين ولأدائهم هذه الطقوس، منذ صدر ذلك القرار وبدأت يعني خلينا نقول منحنى أداء هذه الطقوس بدأ بارتفاع وبزيادة، وأنا أحمل حقيقة الأوقاف، أوقاف القدس الإسلامية والأوقاف الأردنية وهي المسؤولة عنها، يعني جزءا من المسؤولية عن هذا القرار القضائي وجزء من المسؤولية عن جرأة المقتحمين على أداء هذه الطقوس بداخل المسجد الأقصى المبارك. ماذا عن السلطة الفلسطينية؟ هل تتحمل جزءا أيضا من المسؤولية؟ أخي السلطة الفلسطينية لا حول لها ولا قوة، وعمليا ليس لها أي يعني هي لا تغير ولا تحرك ساكنا فيما يخص القدس. القدس الآن متروكة يعني وحيدة لإجراءات المقتحمين والمدنسين، ومتروكة أيضا للوفود العربية المطبعة التي تأتي تشجع المحتل على ليس تهويد المدينة المقدسة بل تهويد المسجد الأقصى المبارك. بالأمس شهدنا قدوم وفد بحريني يعني جال في المدينة المقدسة ثم دخل حتى في ساحة البراق وتحت حماية جنود الاحتلال ليضفي سيادة المحتل على المنطقة، ويضفي أيضا أنه يأتي في حراسة المحتل، وهذا مثل المقتحم، مثل اليهودي الذي يقتحم المسجد الأقصى المبارك، ولا حول ولا قوة. نعم، الآن على من يعول الفلسطينيون اليوم؟ وهل ما يجري ما هو إلا لربما بداية لمواجهة جديدة كما جرى في باب الرحمة وشيخ جراح أيضا؟ طبعا أخي الكريم، إن كان ما يحدث في المسجد الأقصى لن يكون بداية مواجهة، هذا يعني أننا في فلسطين لدينا مشكلة كبيرة جدا. صحيح أن المقدسيين عانوا في العامين الماضيين يعني الأمرين من سلطات الاحتلال، لكن أيضا دعنا نقول أنه في العامين الماضيين أيضا تعرض المحتل لأربع هزائم متتالية في هذا العام، يعني من رمضان حتى الآن تعرض المحتل لأربع هزائم متتالية، فلم يستطع تنفيذ الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، ولم يستطع تسيير
مسيرة الأعلام كما كان مخطط لها، وفشل في أكثر من مرة باقتحام المسجد الأقصى، الاقتحام الكبير الذي كان يعني يخطط له، لكنه نجح حقيقة في عيد العرش اللي كان قبل أسبوعين من الآن بإدخال 5600 مقتحم في أسبوع واحد إلى المسجد الأقصى المبارك. وللأسف كانت تغطية الإعلامية لهذا الحدث الكبير والخطير كانت يعني خلينا نقول دون المستوى. نعم، إذن كنت ضيفنا من اسطنبول المتخصص في شؤون المقدسية محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك.